ثلاثة نقاط أساسية اللي تكلمنا عليها اليوم. أولا تقديم ديال مشروع ديال كأس تميز اللي كان تناقشنا مع السادة المدربون ديال الأندية اللي كانوا حاضرين اليوم مشكورين، واللي تقاسموا معنا واحد عدد ديال الأفكار وتقاسمنا معهم كذلك المشروع، وكانت في إطار مقاربة تشاركية قبل إخراجه يعني في النسخة النهائية ديالو. كان لزاما علينا باش يكون واحد التفاعل إيجابي مع السادة المدربون باش يكون هناك تنسيق فيما بيننا ونجودوا ولا كانت شي إمكانية ونضيفوا الأفكار اللي ممكن أننا نتقبلوها. وفعلا تعلن على الدوري واستحسنوه كثيرا لأنه غادي يكون عنده واحد الخصوصية ديالو مقارنة مع البطولة الوطنية، وغادي يملأ هذاك الفراغ اللي تيكون في لدات فيفا، وغادي يعطي فرصة للاعبين الشبان لأقل من 23 سنة، وغادي نشوفوا أول مرة واحد لاميكسيتي يعني واحد التمازج ما بين اللاعبين الشبان واللاعبين اللي عندهم تجربة داخل نفس النادي. ولأول مرة غنشوفوا إن كومبيتيسيون اللي كتجمع غير القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني، واللي غتمتد طيلة السنة، واللي غتكون كذلك المباراة ديالها في نهاية السنة. المشروع العقاري استحسانا مهما، وخلينا بالأفكار الجديدة اللي غادي نضموها باش إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة نخرجوا النسخة النهائية ديال هاد المشروع. النقطة الثانية وكانت متعلقة كذلك بمشروع البرمجة، وهذا أول مرة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تتقدم مشروع برمجة وتتقاسمه مع السادة المدربون باش يعرفوا الإكراهات الحقيقية اللي تتعاني منها لجنة البرمجة داخل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والإشكالات الهيكلية التي يصعب جدا جدا تجاوزها في ظل الظروف اللي كتعيشها اللوجيستيك الإفريقي والتنقل عبر إفريقيا والصعوبة وشساعة القارة اللي كتخلق لنا مشاكل حقيقية على مستوى البرمجة، باش ما نقدروش نعنوا على واحد البرمجة منذ بداية السنة وتكون معلنة مسبقا مضبوطة. هذا يصعب تماما أننا نقدروا نوفروه. الضغط اللي كاين تنقولوا بأنه باش تكون واحد البرمجة يعني تتاخذ واحد النسبه مهمه ديال الراحه ديال اللاعبين، هي اننا نعملوا على تكون مباراه واحده في الاسبوع وما نمشيوش داك البرمجه الضاغطه اللي كيكونوا دو ماتش باغ سيمين. هذا عنده ضغط 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 كبير، وكانت انتقادات وفي محلها تنعتبرها، ولكن امام الاكراه الزمني كان اليوم ضروري باش نفسروا لهم منين كيجي السبب ديال هذا الضغط الحقيقي وفهموه، لانه مني تنتأخروا في البطولة تأثر على انطلاقة البطولة في الموسم الموالي، وبالتالي كنبقاو في لو ميم فيس كندورو في بلاصتنا وما كنقدروش نتجاوزوا. اليوم هاد السنة الحمد لله قدمنا المشروع وعلنا بأنه غتكون البطولة غتنطلق في نهاية شهر غشت، باش إن شاء الله الهدف ديالنا هو أن هو في نهاية ماي باش نقدروا نتجاوزوا كل التأخير اللي كان عندنا في السنوات السابقة ونرجعوا للبرمجة العادية الانسيابية اللي كانت مثل السنوات السابقة. هناك تحفيزات، تكلمتوا على التحفيزات ديال الأندية السنة هذه. بالفعل شخصيا أعلنت على أن البطل في هذه القاعة هذه يوم ممكن ترجعوا لهذه التسجيلات ديال تيراج الصور من دارت القرعة ديال القسم الوطني الأول والثاني، كان منقول على قناة الرياضية أعلنا أن البطل غادي تكون عنده 6 مليون ديال الدرهم. احنا ما أعلناش على المنح ديال الترتيب الثاني والثالث والرابع والخامس وما إلى ذلك حتى الرتبة 12. البارح في المكتب المديري ديال العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تم رفع توصية أو ملتمس للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل دعم العصبة ماديا باش تقدر تستجب لهذا الهدف أو هذه الغاية ديال تحفيز مادي مهم يليق بقيمة وسمعة البطولة المغربية الرائدة على المستوى الإفريقي. سي بالقصور القرار الأخير ديال العصبة الاحترافية بخصوص ترتيب تبارك الله عليك. مرحبا. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.